يزخر عالمنا العربي بالعديد من المبدعين والمفكرين الذين يمكنهم إلهامنا بإبداعاتهم في مجالات متنوعة كالكتابة والفن والموسيقى والأبحاث وغيرها. مثل هذه الإبداعات تعتبر كنزاً يجب مشاركته مع العالم. يوجد الكثير من المبدعين الذين يرغبون في مشاركة أفكارهم حتى يتمكنوا من تنميتها وتطويرها. ما أروع هذه المقالة! هل يمكنني نقلها؟ يا لك من فنانة! هل يمكنني استخدام مقطع من ألحانك؟ لقد ألهمني عملك الفني وأود نقله في مدونتي كي يستمتع به العالم. كم أنت عبقري! أيمكنني استخدام هذه الوصفة؟ وبفضل الإنترنت أصبح ذلك ممكناً، ولكن نجد أحياناً أن صرامة قوانين حقوق الملكية قد تقف عائقاً في طريقهم. تعرف على المشاعر الإبداعي، فهو يشجع المبدعين على التعاون ومشاركة أعمالهم مع الآخرين، وهكذا يمكننا معاً الاستفادة مما يوفره الإنترنت من طاقات وإبداعات وأفكار وتنمية روح الابتكار والتشجيع على تبادل الخبرات والثقافات، وبهذا نساعد على زيادة وتنمية المحتوى الرقمي للوطن العربي. يقدم المشاع الإبداعي سلسلة من التراخيص وأدوات حقوق الملكية المحمية بموجب القانون، ويوضح أيضاً كيفية نسب الأعمال ومشاركتها مع الحفاظ على حقوقها. ما هي التراخيص؟ هذه العلامة تسمح باستخدام العمل طالما يتم نسب صاحبه الأصلي. كيف تريد أن يعرفك الآخرين؟ هذه العلامة تسمح بنشر وتعديل العمل، لكنها تمنع استخدام العمل الإبداعي لأغراض تجارية. هذه العلامة تعني أنه بالإمكان استخدام العمل كما هو دون إمكانية التعديل عليه أو دمجه ضمن أعمال أخرى. أما هذه العلامة فتسمح بتعديل العمل وتوزيعه مع ضرورة الالتزام بشروط الترخيص المتعلقة به، والالتزام بهذه الشروط في الأعمال المقتبسة والمشتقة من العمل الأصلي. كيف يتم الحصول على ترخيص لأعمالك؟ سهل جداً. قم بزيارة www.creativecommons.qa أو www.creativecommons.org، ثم اذهب إلى قسم التراخيص وأجب على بعض الأسئلة المتعلقة بكيفية مشاركة أعمالك. هل تسمح بالاستخدام التجاري لعملك؟ هل يمكن التعديل على العمل الإبداعي؟ اختر الرخصة التي تريد، ثم انقر على زر الإرسال ليتم الحصول على رمز الرخصة التي من الممكن أن تنطبق على أي عمل رقمي. أصبح الآن بإمكانك مشاركة أعمالك بشكل واسع وموثوق مع ضمان حفاظك على حقوقك الفكرية. يمكنك أيضاً البحث عن أعمال أخرى مرخصة في المشاع الإبداعي. إنه لمجتمع عالمي متكامل. شارك أفكارك ليكتشفها العالم بأجمعه، لتساعد على فتح إمكانيات هائلة في العالم العربي. Creative Commons.